يأتي الكوكايين بالسفن وبه يجنى المال، وبالمال يمول العنف، ويقتل مغمورون ومشاهير على حد سواء. صدمة للمجتمع كله. نحن في روتردام، إحدى بؤر الجريمة المنظمة. تصل إلى أكبر مرفأ في أوروبا 8.5 مليون حاوية سنوياً. تفتيشها كلها مستحيل. وتجار المخدرات يعرفون ذلك. ضابطة المباحث روميلدا شاف تحث زملائها وتصور ما يحدث بكاميرتها. تنضم سيارات شرطة إضافية. الأمر يتعلق بشحنة كوكايين. Ja, die hebben ze nu ook. Die hebben we. Er twee. Oké, blijf jij hier staan. Onder controle. Oké, thanks. ساعي مخدرات يظهر للتو في المرفأ ومعه كوكايين. المباحث موجودة هذه المرة في الوقت المناسب لضبطه. عمل شبه روتيني لروميلدا شاف وزملائها. روتين خطر وهي تعي ذلك. أرتدي سترة واقية من الرصاص وسيارتنا مصفحة، كما نرتدي سترة واقية إضافية وآمل أن أكون الأسرع عند الضرورة. لا ينبغي أن يكونوا سريعين بالسيارة فقط، فمواقع كثيرة في الميناء الممتد لعشرات الكيلومترات لا يصلونها إلا بالقارب. غالباً ما يعملون ضمن فريق ثابت، وها نحن نرافقهم. أقارن عملي بمهمة عامل النظافة الذي يجمع النفايات. إن توقف عن ذلك فستمتلئ الشوارع بالنفايات. الميناء شاسع الأطراف بحيث يمكن السير فيه لساعات. الضابطان يعملان ضمن فريق مختص يشمل النيابة العامة والجمارك. قمنا البارحة بحملة تفتيش بمعية الجمارك، وها هم يقفون هناك مع فريق التحقيق. كنا نبحث عن رجلين وللأسف لم نجدهما. غالبا ما يشارك غطاسون من جهاز الجمارك في التحري. يفتشون السفينة من الخارج حتى عمق يتراوح بين 20 و30 مترا. ويجدون خزانات مثبتة سرا أو تجويف وفراغات، وبها دائما أكياس مليئة بالكوكايين. إنها المادة التي تنهك هولندا، وهذا منذ سنوات. بدأ الأمر بسرقة شحنة كوكايين من ميناء أنتواب، وتطور إلى حرب أودت بحياة الكثيرين حتى الآن. حرب على النفوذ والسيطرة على الميناء من أجل الكوكايين والمال الوفير، ومن أجل السيطرة على العالم الخفي. الأمر يرتبط إذن
بالنفوذ. نحو 100 سفينة حاوية ترسو في الميناء يومياً وأحياناً أكثر، بعضها لأول مرة، وكل واحدة تحمل آلاف الحاويات، وبها يأتي الكوكايين. هنا تم مصادرة 40 طناً في العام الماضي وحده، لكن الكميات التي تصل أكبر بكثير، فعلياً هي 1300 طن. هذه هي الكميات المقدرة التي تصل إلى موانئ روتردام وأنتورب وهامبورغ، وجهة المزودين من أمريكا الجنوبية، توزع جلها في هولندا حيث تستقر العصابات، وفي الميناء ثمة من يشارك في التهريب. يمكن لسائق رافعة أن يجني 100,000 يورو إن أنزل حاوية في المكان المطلوب، ويحصل عامل ميناء عادي على 20,000 يورو إن غض الطرف للحظة. هذا الرجل كان يشارك في تهريب الكوكايين لسنوات طويلة، لكنه توقف عن ذلك وهو يعرف أن الرشاوة ليست وسيلة العصابات الوحيدة. يمارس الضغط من أجل الدفع بالضعفاء لمساعدة العصابات. التهديدات تأتي مبطنة وليست مباشرة، كأن تسمع: تعرفت على صديقتك، يا لها من امرأة جميلة، أو لديك طفل جميل، أو أم أو أب. هي ليست تهديدات حقيقية، لكنك تشعر بالخوف. أريد أن أحذر الجميع من هذا. المحامي فيتو شكرولا في طريقه إلى السجن لزيارة أحد موكليه، وهم عادة من العالم السفلي وقد شاركوا العصابات أنشطتها، وهو يعرف كيف يتصرفون. يغضبون بسرعة، فيسود التوتر سريعا، حيث يصبحون عنيفين وغير عقلانيين. عند حصول شيء في حياتهم كأن يسجنوا مثلاً، فأول ما يبحثون به هو من يتحمل المسؤولية ومن كان السبب في ذلك. ما لا يرونه هو أنهم هم السبب وليس الشرطة أو القضاة أو النيابة العامة أو المحامين. هم لا يرون أنهم السبب، لذلك أقول لهم أحياناً: أنت تتهم الجميع، لكن عليك أن تنظر في المرآة. ما الذي فعلته وأوصلك إلى هذه الحالة؟ أعرف كيف يشعرون، لأنني كنت ذات يوم يافع مثلهم. عندما كنت في المدرسة، أراد البعض أن يثنيني عن الالتحاق بالمدرسة الثانوية. قالوا لي: ماذا تفعل هنا؟ هذا ليس مكانك. أحياناً لا تتاح لك نفس الفرصة، لذلك أحب أن أدافع عن هؤلاء اليافعين، فقد اتخذوا قراراً خاطئاً وربما تحولوا حتى إلى قتلة. روميلدا شاف تعي مخاطر مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تقول: هذا عملي ومهمتي. ثم تستعد لمهمتها التالية، وسوف توثق لنا ما يجري بكاميرتها. وصلهم إشعار وها هم يبحثون بين الحاويات عن مهربي الكوكايين. في حالات كهذه يغلقون المنطقة ويتوقف العمل فيها تماماً. إنهم يبحثون عن أشخاص يختبئون في الحاويات، لا بل ويعيشون فيها. أشخاص يخرجون البضاعة من المرفأ ويسمون بالجالبين. تمت المداهمة بنجاح، لكن هناك الكثير مثل هؤلاء الذين سيأتي بديلاً منهم قريباً. اعتقلنا 268 شخصاً في عام 2020 و180 شخصاً حتى صيف 2021.
خلال المداهمات يتم أيضاً مصادرة كميات من الكوكايين، قيمة الكيلو الواحد 50,000 يورو، وغالباً ما تكتشف عدة أطنان. هنا في أمستردام تلتقي خيوط مافيا الكوكايين ببعضها، يتاجر بالمخدرات في حي الدعارة، لكن الكمية الأكبر تورد إلى دول أخرى. السوق مربحة، وبالتالي يتم الدفاع عنها بكل الوسائل وغالباً بالعنف. تنشط المافيا المسمى موكرو في بعض أحياء أمستردام، وهي سميت هكذا لأن لكثير من أعضائها جذوراً في المغرب. ومكتب فيتو شكرولا موجود في أحد تلك الأحياء، وهو قلق بشأن تطورات السنوات الأخيرة. الوضع حرج. من يقوم بتلك الأعمال يمكن أن يكون يافعاً جداً، لا يتجاوز عمره 16 أو 17 عاماً. يجب أن تتصرف الحكومة، فالوضع يخرج عن السيطرة، والحكومة تقشفت في بعض الأحياء في السنوات الأخيرة. عادة توجد هناك شرطة تتحدث مع الناس، كما يوجد موظف بلدية، لكن كل ذلك غاب بسبب التقشف، والسلطات لم تعد تعلم ما يجري في تلك الأحياء. وقد سيطر زعماء المافيا الذين يستعرضون نفوذهم، والسكان يصغون لهم. من خلال دفاعه عن ناشطين في الجريمة المنظمة، يطلع فيتو شكرولا على مدى اتساع نفوذ مافيا المخدرات. عادة ينبغي أن يكون العنف حكراً على الدولة تستخدمه عند الضرورة، لكن إن كان لديك حكومة ظل تملك الملايين، فتنشأ لديك هذه المشاكل، وبالتالي يمكنهم مهاجمة مؤسسات صحفية مثلاً. هذه مشاهد التقطتها كاميرا حراسة في يونيو 2018. سيارة تزويد بيضاء وسيارة معدة للفرار تقتربان من مبنى دار نشر صحيفة دو تيليغراف. السيارة البيضاء تصدم بوابة الدار مرتين، ثم يشعل السائق عبوة ناسفة ويفر. هذا ليس أول هجوم على مقر إعلامي. كثير من الصحفيين الهولنديين الذين يكتبون عن مافيا موكرو لم يعد بوسعهم العمل بلا حماية من قبل الشرطة. الهجوم على دو تيليغراف، أكثر صحف البلاد انتشاراً، استعراض قوة واضح. لكن وقع الهجوم على المحامي ديرك فيرزوم في سبتمبر 2019 جاء أكبر. فقد كان يدافع عن شاهد ملك في محاكمة مافيا مهمة، والمحامي قتل على قارعة الرصيف، كما حصل سابقاً لأخي الشاهد الملك الذي لا علاقة له بالأمر. جريمة هزت هولندا، والآثار تقود إلى دبي التي ظلت لفترة طويلة مقر زعماء عصابات ووجهة أعمالهم التجارية. هنا اعتقلت قوة خاصة الرجل الذي يرشح أنه يقف خلف عمليات القتل، وفي الشقة وجد مبلغ كبير من المال وأسلحة، وكان على الطاولة نبيذ أحمر وسجائر. يعتبر رضوان تاء من الرؤوس المدبرة في مافيا موكرو، وقد جلب إلى هولندا حيث صار المدعى عليه الأول في محكمة مارينغو، وهي من أكثر محاكم المافيا إثارة، وتتم في ظل إجراءات أمنية مشددة، وتشمل 17 مدعا عليه بتهم القتل أو الشروع بالقتل. من بين تلك التهم قتل مدون. هنا نرى أن المحاولة فشلت، لكن عصر ذلك النهار أنجز القاتل مهمته. يصف الإدعاء العام المدعى عليهم بأنهم آلة قتل فعالة. نرى أن عمليات القتل هذه تأتي من بيئات الجريمة، وطالت أشخاصاً اعترفوا أو شكلوا خطراً على العصابة، ويبدو أن العصابة سعت لأن تبقى قوية بهذه الطريقة. هل رأت مافيا موكرو في بيتر دفريس خطراً عليها، وهو الذي كان يرعى الشاهد الملك الذي أراد أن يدلي بشهادته في المحكمة؟
سألني الشاهد الملك إن كنت قادرا على مساعدته ومؤازرته. أنا صحفي مختص بالجرائم. يمكن القول إن نبيل كان من العصابة بداية، لكن بعد مقتل أخيه ومحاميه أرى أنه ضحية. دفريس صحفي مشهور في هولندا. في المحكمة تعاون مع محامين جدد للشاهد الملك، وقد كان عليه البحث عنهم بعد مقتل المحامي الأول. في ظل هذا العنف والقتل، يتوجب على الدولة أن تتدخل، ومن أجل تحقيق السلم الأهلي ينبغي أن تكون دولة القانون ناجحة. الأمر يتعلق بالكثير بالنسبة للدولة وللرأي العام وللسلم الأهلي. لقد أتت اللحظة التي يجب الكشف فيها عن كل شيء. بعد أن صفي محام، يطرح السؤال لمن النفوذ في البلاد؟ هل للعالم السفلي أم للجريمة المنظمة أو للشرطة والقضاء؟ السؤال مشروع. دولة القانون تكون في خطر عندما يقتل محامي الشاهد الملك، وهذا يشكل صدمة للبلد بمجمله. المحامون الآخرون وممثلو جهاز القضاء والصحفيون لم يعودوا آمنين. ما يعني أن طيفا واسعا بات على المحك في هذا البلد. لذلك لابد من أن تتم محاكمة مارينغو تحت كل الظروف. لابد للدولة من أن تضع حداً، وبالذات لأن المدعى عليه لديه العديد من الداعمين، والخوف من تأثير هؤلاء حتى من داخل السجن كبير. أصبحت محاكمة مافيا موكرو ممكنة بفضل اختراق المحققين لوسائل تواصلها. البرمجية PGP Pretty Good Privacy التي كان العالم السفلي يستخدمها للتواصل لفترة طويلة تم فك شفرتها، وبالتالي استطاعت السلطات أن تتابع التخطيط للقتل فوراً. تكليف كهذا يتم بالشكل التالي. برو، هذا الرجل يجب أن يموت. الأفضل أن يقوم أحد بذلك بينما يتم تصويره. أعد المنفذ والسلاح، سوف يحصل على مبلغ كبير. لا تتخيل كم أريد أن أطاله. أي الأسلحة تحتاجون؟ الرشاشة والمسدسات جاهزة. برو، ابذل قصارى جهدك. كما اخترقت برمجية إنكروتشات التي كانت المافيا تستعملها، وقد تابع محققون من دول عدة الرسائل وكشفوا مئات المتورطين. وعندما اكتشفت الشركة الخرق، داهم المحققون مواقع عدة وأعلنوا عن الأمر. كنا كمن يجلس مع المجرمين إلى طاولة واحدة على مدى أشهر. علمنا بما يتحدثون به ويخططون له، وسوف نواصل جني ثمار هذه المعلومات الوفيرة في الأسابيع والأشهر القادمة. أندي كراغ قائد فريق التحقيق كان في السابق من جنود النخبة في الوحدات الخاصة في الجيش الهولندي، لكن ما اكتشفه وزملائه في المراسلات صدمه. لدينا محققون ضليعون يعملون منذ 30 عاما في هذا السلك، لكنهم لم يروا أو يسمعوا مثل هذا من قبل. مثلا وببساطة يقال، الشخص الفلاني يجب أن ينام. النوم يعني أن يقتل هذا الشخص. هذا ما يحصل، ومن المرعب أن تراه. كما أننا كشفنا عن وجود سجن حقيقي وغرف تعذيب. هذه المداهمات حصلت في جنوب هولندا في صيف 2020. هذا مقر عصابة مافيا، وهنالك غيره الكثير. موليتي.
ألقى المحققون في هولندا وعموم أوروبا القبض على نحو 1000 مشتبه به، ووجدوا أسلحة ومخابئ تحت الأرض وغرفة معدة للتعذيب. لحظات توتر عال ينبغي أن نداهم خلالها، وتتطلب استدعاء فريق المراقبة والاعتقال. تعيش لحظات صعبة أخرى عندما تكتشف وجود فساد، موظف جمارك وشرطة فاسدون. عندها يجب أن تتصرف إزاء زملائك لدينا فريق مختص بذلك ضمن دائرة المباحث الوطنية. هذه حالات مؤلمة، لقد شهدنا الكثير في الأشهر الأخيرة، ويمكنني أن أكتب رواية عن ذلك. الشرطة نجحت في توجيه ضربة لمافيا الكوكايين، ولكن هذا لم يغير في وضع التهريب شيئاً حتى الآن، إذ لا تزال الجمارك تصادر الكوكايين بالأطنان، كما هي الحال هنا في روتردام، وهذا مؤشر على استمرار تجارة المخدرات. فهناك مئات لا بل الآلاف في محيط مافيا موكرو ينتظرون أن يستلموا التجارة، وبالتالي تستمر دوامة العنف. 6 يونيو 2021، في وسط أمستردام تنتج قناة RTL التلفزيونية برنامج بوليفار بحضور بيتر دفريس، وكما في برامج أخرى كثيرة يتحدث الصحفي هنا عن جريمة المنظمة ومحكمة مارينغو، لكن الموضوع اليوم يرتبط بعملية خطف. بعد انتهائه غادر دفريس الاستوديو وتوجه إلى سيارته. عند الساعة 7:28 أطلقت 5 رصاصات. محاولة اغتيال تستهدف دفريس الصحفي الشهير المختص بالجريمة، والذي يرعى شاهداً ملكاً في أكبر محكمة في هولندا في واضح النهار وفي قلب المدينة، الأرجح على يد عضوين من مافيا موكرو، بينما كان دفريس يشعر بالأمان. هولندا أصيبت بصدمة، ولم يستوعب الناس ما حصل. إضافة إلى القاتلين، هناك شخصان آخران مشاركان صورا فيلم فيديو لبيتر دفريس المصاب بإصابات شديدة ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، فتمت مشاركتها فورا مئات آلاف المرات. الذين يعلمون بخبايا الأمور يقولون أن هذه كانت رسالة مفادها: نحن نستطيع أن نفعل ما يحلو لنا وكما نشاء. بعد 9 أيام على الهجوم، قضى بيتر دفريس بسبب إصابته القاتلة، فشيعه الهولنديون. قتل شقيق شاهد ملك، ثم محاميه، والآن صحفي مشهور، وهذه ليست سوى الحالات المعروفة. هولندا تعرضت لإصابة مؤثرة. بيتر دفريز كان صحفياً مميزاً، الضربة وجهت لحرية الصحافة، إحدى ركائز دولة القانون، وبالتالي كانت الضربة موجهة إلى دولتنا. كل جرائم مافيا المخدرات ضربات لدولة القانون. قتل بيتر دفريس وقتل المحامي ديريك فيرزوم والهجوم بعبوة ناسفة على مقر صحيفة، والجرائم لا تتوقف. مقر الحكومة الهولندية في لاهاي. لطالما كان رئيس الوزراء مارك روتي يحب التنقل على دراجته الهوائية، ولكن جهات عدة حذرته من وجود تهديدات راهنة له، فأصبح اليوم يعتمد على حراسة مشددة. والأمر لم يعد يطال المشاهير وحدهم، وهذا واضح بالنسبة للمحامي فيتو شوكرولا منذ زمن. أمر تبينه الحالة التي لديه الآن، فهو يدافع عن شخص متهم بالمشاركة في عملية قتل مدبرة. لنرافقه إلى المحكمة.
كان الضحايا في سيارة ركنوها، ثم توجه إليهم أشخاص بشكل فجائي كما في هذا المرآب. عليك أن تتخيل ذعر الضحايا لأنهم لم يفهموا ما الذي يحصل، فهم ليسوا مجرمين بل هم أشخاص عاديون، وفجأة واجهوا قتلة محترفين. الدي جي جوردي لاتوماهينا متزوج ولديه طفل صغير. في ذلك اليوم غادر وعائلته المرآب بسيارته الميني كوبر، وفي تلك اللحظة دخلت سيارة القتلة المأجورين المرآب. بعد برهة عادت جوردي وعائلته. القتلة كانوا ينتظرون سيارة ميني سوداء، فأطلقوا النار على 3 أشخاص لا علاقة لهم بالمخدرات أو بالمافيا وفروا. طلقات الأسلحة الرشاشة كادت تصيب رأس الطفلة، وأصيبت الزوجة بعدة أعيرة نارية ونجت بأعجوبة، أما الأب فمات في عين المكان. لقد قبض على الجنات 3 ومحكمتهم جارية. موكلي مدعى عليه بتهمة سياقة سيارة القتلة المأجورين إلى المرآب، وهو يقول إنه لم يكن يعلم أبداً بأن الآخرين كانت لديهم خطة لتنفيذ عملية قتل هناك. اشتبه الجنات خطأً بالضحايا. هذا يثير غضب الكثيرين، فذلك ليس أمراً مجرداً بل هي حقيقة قائمة في تلك اللحظة وقد طالت أبرياء، وبالتالي يمكن لأي كان أن يصبح ضحية. فيتو شكرولا قبل بدء المداولة في المحكمة لا يعرف النتيجة تماماً، ولكنه يرى مستقبل بلده هولندا قاتماً. الحال سيستمر على ما هو عليه، كوكايين ومال وقتل ومافيا. أمر تعرفه فرق المباحث في المرفأ، وهم يريدون كسب شركات الحاويات لمكافحة تهريب الكوكايين بالاعتماد على فكرة المرفأ النزيه، وذلك في مواجهة الفساد الناجم عن الجريمة المنظمة، كما يريدون اعتماد التدقيق في الموظفين ومسارات العمل. فهل يكفي ذلك؟ نسعى بالطبع لمصادرة أكبر كمية من المخدرات وملاحقة المشتبه بهم، لكنني لست واهمة إذ لن نستطيع إيقاف التهريب، والتوقف عن الملاحقة ليس وارداً أيضاً. لا أستطيع فعل الكثير، لكن علينا أن نواصل الكفاح. لا أحد في هولندا يعتقد بأن القضاء على تجارة المخدرات والجريمة أمر ممكن، وبالأخص عندما ينمو الطلب على الكوكايين بشكل متزايد.